خلاص تمام. نجيبوا ال الاسلاك. ما تكترش اكل كده اسلاك. ماشي. خد بالك ال عندنا هناك طبق. خد بالك ان الحلقه دي مفتوحه. يلا دخلها جوه. خش دخل جوه بس بقى. عادي سيفتو. يلا خدي اهو اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة. تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ومنورانا على قناتنا. طبعا يا جماعة النهاردة بننقل جاكي. بنجيبها في المكان هنا طبعا انضف من المكان التاني. طبعا ده ليه؟ المكان التاني القش اللي كان محطوط تحت منها مبلول وكلام من دفى. طبعا المكان ده فاضي فجينا حاطين لها قش نضيف وجينا نقلنا بالجرو اللي معاه هنا في المكان ده. طبعا كويس بالنسبة له. طبعا كان في مشكله في الجرو ده يا جماعه اتكلمنا فيها وقلنا المشكله ديت مش هنقول لكم عليها دلوقتي، هنقول لكم عليها بعدين. بس مفيش داعي ان احنا نرفع الجرو نوريه لكم. الجرو ده كانت حصلت معاه حاجه من اول ما اتولد. هي كان مكان الحبل السري تمام قفل على الجراب بتاع القضيب بتاعه. يعني طبعا ده ذكر. جراب القضيب بيبقى اخره عند البطن عند السره. فكان في جرح عند السره مكان الام ما كانت بتقطع الحبل السري تمام. فاصبح ان الجرح ده لما على بعضه وقفل على مكان الجراب خالص. ما عادش فيه ان الكلب لما يجي يعمل حمام بعد فتره. طبعا بعد فتره لما الجرح يقفل على بعضه الكلب يعمل حمام الميه ما تنزلش. الميه تتجمع في الجراب تتجمع لحد الجراب ما بدا ان هو يتنفخ تمام. طبعا لما الجراب اتنفخ شفناه وشفنا كميه الورم وكميه تجمع الميه. فالحمد لله لحقت الكلب بسرعه فتحت له تمام وفتحنا الجراب بتاعه. طبعا مفيش داعي ان انا نرفعه دلوقتي. انا مش عايزين نبينه دلوقتي احنا عملنا ايه. بعد كده باذن الله هنبقى نوريه لكم. لما طبعا هو من الواضح ان صحته كويسه ما فيهوش اي مشكله وشغالين معاه بمرهم جراميسين مضاد حيوي علشان طبعا يلم. ما ينفعش نحط دواء ازرق وحاجات زي كده لان الدواء الازرق معروف ان هو بينشف الجروح والكلام ده تمام. فلازم تبقى في حاجه طريه على اساس ان الجراب ده ما يقفلش تاني على بعضه ويبدا ان هو يلم تاني ويجمع ميه تاني. فالحمد لله. طبعا الجرويه اخته زي ما قلنا احنا بعناها يا جماعه. الجرو ده زي ما قلنا ده بتاع ناس محجوز. تن على كده في مشاكل في اضرار في صحته مش هنطلعه هنسيبه لنا هنا تمام. مفيش اضرار وتمام التمام. يبقى هنطلعه باذن الله ويتسلم مفيش اي مشكله. بس الجرو طبعا من الواضح ان صحته بنسبه 100% كويسه وبيلعب وبيرضع وبياكل و100 100 خالص زي ما احنا شايفين اهو تمام. طبعا عايز في ناس كتير زي ما انا بتقول طب ما تورينا الجرح. بس طبعا هو الجرح اهو يا جماعه طبعا مش هنخبي حاجه. الجرح اهو تمام. بس الحمد لله ده لم اكتر ده لم ده ما كانش كده خالص تمام. طبعا دلوقتي ما فيش انتفاخات اهي. طبعا الميه ما فيش تجمع ميه للكلب تمام واضح. بس طبعا هو بيزعل لما بنحط ايدي عليه. مفيش تجمع ميه للكلب الحمد لله اهو.
لو بصينا كده اهم حاجه ان احنا عاملين فتحه للميه بيبدا يطلع منها الميه بتاعته تمام، وبدا ان الجرح بتاع السره يلم وهيعمل قشره وما فيهوش اي مشكله، وده بناء على استعمالنا كل يوم بالمرهم اللي هو الجراميسين ده مضاد حيوي تمام. لو خدتوا بالكم من فتره واحنا داخلين على الجراوي لما كنت بنحط لهم دواء ازرق طبعا ما بصيناش ان ممكن الجرح بتاع السره جرح السره ده مكان قطع الحبل السري، ما بصيناش لجرح السره ان هو ممكن يلمس فتحه القضيب بتاعه وفتحه الذكر بتاعه ويقفله على بعض الاثنين مع بعض. طب جرح السره ده جه منين يا كابتن؟ جرح السره ده يا جماعه بيبقى الام عافيه شويه في اللحس مع الكلاب وهي بتقطع الحبل السري، ممكن يكون الكلب اتخدش من نيابها يكون اتعور اصبح ان هي عملت له زي ميكروب في المكان ده، ومع اللحس بتاعها والتنظيف دايما بتبدا ان هي الجرح تفرشه بيفرش ياخد مكان بعيد عن السره يرجع لورا شويه عند فتحه القضيب. طبعا مع فتحه القضيب بيجو بتبقى لسه صغيره لان الجرو لسه مولود بيجي كله لحم على بعضه بيبقى كله مستوى واحد، اصبح لما لحمهم وقفلوا الاثنين مع بعض بقى في تجمع للميه تمام جوه الجراب، الميه ما بتنزلش من الكلب، ده هتسبب ان الكلب يا اما يموت يا اما تسبب له طبعا مشاكل في المثانه وفي الجهاز التناسلي والكلام ده كله. لكن الحمد لله انا شفته فتحته انا اللي بعملته بايدي انا المسؤول عنه، ده كلبي تمام. طبعا فتحت الجراب ده مش عايز اقول لكم بقى ازاي لان طبعا الناس اللي واقفين معايا في الوقت ده وعمالين يضحكوا تمام، وصلوا لدرجة انه في منهم واحد داخ يعني لما شاف المنظر قدامه داخ وانا بفتح الجراب ده لما يبقى لسه جرو صغير تمام. فهو شاف المنظر داخ واللي بيصور قال مالناش مصور ماليش دعوه تمام. فطبعا فتحنا الجراب ده وبدات الميه تشتغل تاني وبدا ذكره شغال بسم الله ما شاء الله. طبعا لو كان ذكره حصل فيه اي مشكله كان الكلب مات في ساعتها الحمد لله، ودلوقتي الكلب صحته تمام التمام وزي ما احنا شايفين اهو بيلعب. طبعا انا عايز اسميه المحظوظ عشان ده هو بخته كده. زي ما احنا شايفين يا جماعه الكلب بسم الله ما شاء الله صحته كويسه وكل يوم بيتعافى احسن من الاول تمام. حتى تلاحظوا ان الكلب ده ما كبرش زي اخته اللي كبرت بسرعه، كان كل ده بسبب المثانه عنده او الجهاز التناسلي او مثلا القضيب بتاعه وتجميع الميه والكلام ده كله، كان طبعا مرض عند الجرو الصغير بس الحمد لله الجرو دلوقتي بقى صحته زي ما انتم شايفين 100% وما فيهوش اي مشكله. طبعا كل اللي احنا عملناه ده يا جماعه اهم شيء ان هو بعيد عن الخصيه بعيد عن اي حاجه ان هي تعيق الإعاقة للكلب ده لما يكبر في الخلفة والكلام ده كله، الموضوع ما فيهوش ملوش دخل بالخلفة خالص ولا ليه دخل بالكلام ده كله، طبعا هو الذكر بتاعه طبعا شغال ما فيهوش أي مشكلة، بيعمل حمام مية ما فيش أي مشكلة، حمام بروز ما فيش أي مشكلة. أدي إحنا عرفناكم المفاجأة اللي أنا كنت بقول لكم في مشكلة عند الذكر ده ومش عايز أقول للناس إيه هي، الحمد لله عرفناكم دلوقتي المفاجأة. نوريها لكم تاني. طبعا السره يا جماعه بتبقى هنا اهي واخر فتحه الجراب بتبقى قدام هنا اهي. طبعا الاثنين مع الجرح لحموا على بعض وقفلوا على بعض بقوا بالشكل ده كده الاثنين قافلين، اصبح ان الكلب يعمل حمام ميه الميه تتجمع جوه في الجراب ما تطلعش، فبناء عن الميه ديت بناء عن اللي حصل ده فتحنا احنا فتحه للجراب من قدام تاني وشلنا الزياده اللي هي كانت قافله مع الجراب تمام. والحمد لله الكلب عمل حمام ميه كذا مره وبقت صحته 100% وما رضيتش انزله فيديو علشان لا قدر الله لو حصل فيه حاجه الناس ما تزعلش وتقول مثلا الكلب مات ويا خساره ومش عارف ايه والكلام من ده كله. احنا بنعمل الحاجه انا بنبقى مسؤول عن حاجتي، طبعا لو لا قدر الله الكلب مات انا كنت بحاول انقذه طبعا حاولت انقذه فمات فما نفعش فحصل اي حاجه زيه زي جاره مات اول ما اتولد او اي حاجه زي كده، طبعا اللي فاهم الكلام ده الناس المربيين الغوار الحمد لله. لكن يا جماعه الحمد لله الكلب صحته كويسه وتمام التمام ما فيهوش اي مشكله تمام. معلش انا عندي دور برد انا اسف. تمام صحته كويسه وتمام التمام ما فيهوش اي مشكله. طبعا هنتن متابعين الجرو ده ومتابعين حالته ما فيهوش اي حاجه الحمد لله. ربنا طبعا يبارك لكل واحد في حاجته. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه وهو مع امه وهو بياكل وبيرضع و100 100 طبعا لحد ما يبدا يجهز قدامنا والجرح ده يختفي خالص نبدا نبيعه، لان كده ما ينفعش ان احنا نطلعه كده لان عشان نطلعه كده يبقى احنا مسؤولين عنه، طبعا ما ينفعش نطلعه كده الا لما يبقى 100%. تحياتي ليكم وتحياتي لكل الناس المشتركه معايا واللي منورانا على القناه، تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.